كهاني كهاني يلا ردي علي. كهاني شو صار لك؟ كهاني 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 فتحي عيونك. كهاني فتحي عيونك. أنا آسف كهاني، ضايقتك كتير بهي الفترة. ضايقتني كتير. أنت منيحة؟ يوك أنت هون؟ عن جد جيت لعندي؟ أنت بتعرف أني تخيلت ليلة عرسنا تكون هيك؟ بكل هي التفاصيل، بس الواقع كان قاسي ورحت تجوزت من وحدة تانية وقهرتني وكسرت بخاطري. كهاني انتي كنتي غايبة عن الوعي، خليكي مرتاحة، لسه تعبانة لا تتحركي. لا بدي روح. طيب لوين بدك تروحي؟ عادي خليكي جنبي. مين قالك انه بحب بعد عنك؟ بس انت اللي بعدت عني وتركتني. كهاني قليلي، في شي حدا سقاكي دواء او سحر؟ تذكري شو صاير معك، مانك على بعضك ودايخة. لا ما بدي اتذكر يا يوك، راسي عم يوجعني وما بعرف شو صار معي. انت كيف رحت تزوجت وحدة غيري؟ انا كنت مفكر. شو كنت مفكر؟ اني حكيت عليك وسقت لسمعتك وانا اللي عملت الفضيحة؟ صدقني هن ورطوني، انت لحالك لازم تعرف. لو سألت قلبك كان قالك ما رح تهون علي، وانت انفعلت وصدقت عيلتك، ليش هيك؟ شفت بعيوني يا كهاني، لهيك انا عصبت. قليلي كيف لحتى صار هيك؟ من حظي السيء يلي صار كان قسمتي ونصيبي إيوك. أصلاً أنا من صغري مالي حظ بهي الدنيا، ليش هيك عم يصير معي ما بعرف. عشت بلا أم وبلا أب من صغري، تعرف؟ أنت لما مسكت إيدي فكرت راح النحس وصرت بنت محظوظة وتغير كل شي، بس كنت غلطانة. خلص اتركني روح. استني، لوين بدك تروحي كهاني؟ لازم اطلع هلا، بتجي جونجان. لا خليكي، انت طلعتني من حياتك وهلا بدك يعني ضل؟ شو هالتناقض؟ طيب انت مستحيل حدا يقدر يفهم عليك، بعدين ليش بدك تضل معي؟ ما انا بالاخر بنظر عيلتك شقفة رقاصة، هنن كلهم بدهم يطفشوني وما تركوا شغلة سيئة ما عملوها وهلأ شمتوا فيني وأنا واجهتهم، بس يبدو أني خسرت وأنت تخليت عني وما وقفت جنبي. تركني أطلع. كهاني أنا مضطرة أعمل هيك لأنه ما ضل عندي طريقة تانية. يوغ وكهاني لازم يرجعوا لبعض لأنه هذا الصح، واللي عملته العيلة لازم يتصلح. أنا اخترت وقف مع يوغ وكهاني. كهاني لا، هذا الباب ليش ما عم يفتح؟ بس لحظة، ظاهر في حدا قفل علينا من برا، بس لازم اطلع، ما لازم ضل عندك، وانا كمان ما بدي ضل.
أنت ما بدك تضلي معي؟ يعني معقول كرهتيني بهي السرعة؟ لا أكيد ما كرهتك، عائلتك هي اللي بتكرهني يوك. وهلأ إذا أجا حدا وشافني عندك هون أكيد رح ترجع تصير مشكلة جديدة، وأنا داخلقي ومليت من كتر الحكي والمشاكل تبعهم، وبدي راسي يرتاح لأني عن جد تعبت. إذا شافوني ما رح يسكتوا، انتهي. متخيل شو رح يحكوا إذا شافوني بهالغرفة؟ كهاني، كهاني، في حرارة وغايبة عن الوعي. رح أتصل مع روبا أحسن شي. يوغ عم يتصل؟ مين عم يتصل بهذا الوقت؟ مو حدا مهم، يعني بيكون شي حدا غلطان. ألو؟ ألو ليكي روبا، بدي إياك تساعديني. ألو؟ أنت مو معقول، حدا بيتصل هلأ مشان القرض طبع البنك؟ شو هالتصرف هاد؟ سكر. شبه ليش هيك عم تحكي معي؟ هي أكيد ما فيها تحكي معي. مين اتصل فيكي؟ لا، هاد الموظف تبع البنك، هو اللي اتصل عم يسألني مشان القرض. وليش لا يتصل بهذا الوقت المتأخر؟ وأنا شو بعرفني؟ يبدو هذا الموظف غليظ. خلص عادي، بسيطة، لا عاد تردي عليه. يلا روحي نامي فورا. ماشي. حرارتها عم تزيد وما عم تنقص. متأكد إنه ما في حدا بكل هاي العيلة رح يقدر علي. عن جد ما اشترك يا روناك. هاي شو كانت عم تعمل بالبيت لهذا الوقت؟ أسألها ولا لا؟ بلاها، إذا فتحت مع حديث يمكن تسألني عن المصاري اللي مخبية. أحسن شي نام بالتخت وما أحكي ولا كلمة. أنا عملت كل اللي بقدر عليه لأجمع كهاني ويوك، ورح ضل ساعدهم على طول. أحلى شي لما تروح تنام وجيبتك مليانة مصاري، شعور بجنن. كهاني لازم يشوفها دكتور، ما في حل غير اخلع الباب. لا، اخليك جنبي ولا تروح يوك. كهاني، كهاني، مبين عليك تعبانه. انا بتعب اذا بتبعد عني. طيب خليني اشوف لك دكتور. بترجاك خليك جنبي ولا تتركني، بدي ضل بحضنك، لا تتركني. सारी रात जागे रे मान गहना दर्द पहना हम का न चाही अब दवा ओ सजनवा ओ सजनवा नैना तो से लागे रे
غونجان؟ غونجان؟ ها؟ انتي شو عم تساوي هون؟ كيف؟ إذا انتي هون مين نام بغرفة أخي؟ أنا؟ ليش هون؟ أختي الكبيرة؟ عمتي؟ غونجان؟ ليش كنتي نايمة هون بنتي؟ جوهي، روحي حضري لنا الفطور. حاضر أختي الكبيرة. ماني متذكرة شي، أنا ما بعرف شو صار. آخر شي كهاني إجت وكبت الكاسة، تلوت فستاني وتضايقت، وبعدين أنا رحت لنظف فستاني، وبعدها أختي روبا جابتني وإجينا على هالغرفة مشان تروق أعصابي وبس. ما بتذكر شي غير إني فقت اليوم الصبح. عن جد من كل عقلك؟ تعرفي قديت عبنا لنجمعكن أنتي ويوك سوا، وآخر شي يا زكية نمتي هون بدون ما تحسي على حالك. فهميني شو صار لك لحتى نمتي هون يا بنتي؟ لا عن جد مو معقول قديش طلعتي إنسانة مهملة. معقولة؟ من كل عقلك عم تحكي شو هاد؟ شو هالحكي الفاضي غونجان؟ بس خليني ذكرك إنه يوغ أساساً ما بيحبك، بيحب هديك الرقاصة ومتعلق فيها. اهدي إرافاتي، أنت لا تكبري الموضوع. أنا يلي ربيته ليوغ وبعرفه منيح ما رح يتخلى عن غونجان. بس ابنك سبق وتخلى عن كهاني، ليش لحتى ما يتخلى عن غونجان مثل ما بيعمل بالعادة؟ انتي تخانقتي معه بالليل؟ يوك ضايقك بشي؟ مبارح قال لي انه هو ما بيحبني ابدا وما خلاني اقرب عليه، وانه لساته بحاجه لشويه وقت، وانه هو اساسا ما بيشوفني غير رفيقه، وكل هاي القصه معنا بايده. بدي اطلع من هون، ما بدي ضل، ما بدي ضل معك. انا قهرت كثير لكهاني، اللي صار غلطة وانا اكيد رح صلحها. انا حاسس فيها لهيك رح اتصرف على السريع، وهالمرة رح اعمل الشي الصح. كهاني انساها لكهاني، بكفي. انتي شو عم تحكي روبا؟ معقول إيرافاتي وأمه ليوغ هنن؟ هذا اللي صار، شفتهم بعيني عم بيحطوا شي بالكاسة. روبا، أنا مبارح شربت من هاي الكاسة وباب الغرفة كان مقفول. إيه أنا اللي سكرته من برا. ليش عملتي هيك يا روبا؟
بتضل هاي غرفة جونجان ومبارح كان عرسها. كهاني يوك بحبك انتي وبس. بس هننا تزوجوا والغرفة صارت من حقها هي. يوك تركني واختارها لإلها. هي مرته وهلأ هذا حقها. يلي صار غلط. ما كان لازم تعملي هيك. أنا لازم أطلع من حياة يوك وأترك لإياها. انتي بتعرفي منيح إنه اختارك إلك. هو كان من فعل مبارح واللي صار كان غلط. هذا الحكي ما عاد يفيد. لأنه يوك تزوج بإرادته. هو عصب كتير وقت شافك على التلفزيون. وأنا بعرف إنك ضحية لعبة كبيرة كهاني. وهنن كل هدفهم يبعدوا يوك عنك، لهيك لا تساوي اللي بدهم إياه. أنا ما فيني شوفك مقهورة ومتضايقة هيك وما أعمل أي شيء. لازم تقول جونجان يا ابني. لأن هلأ هي مرتك ولا أنت نسيان إنك تزوجتها بإرادتك. جونجان صار في إلها حق عليك، ما حدا جبرك عليها. هيك أنا ربيتك؟ هي هي المشكلة يا أمي. أنا ما بحبها لجونجان وما فيني عاملها كزوجة. وأنا قلت لها هذا الحكي إني ما بشوفها غير رفيقة، ما في عندي مشاعر تجاهها. لهيك ما فيني أقدم لها شي يا أمي. وجودها معي رح يكون ظلم لإلها. بدك تعمل مثل أبوك يعني؟ مثل ما ظلمني وقهرني رح تقهرها كمان؟ أمي اللي شوفي غلط بحكي يوك. مو أبوك من قبل هجرنا كلنا وراح ورا هديك الرقاصة؟ وهلأ عم تعمل مثله؟ لا أنا ماني مثل أبي يا أمي. عن جد؟ لكن هادي اللي عم تساوي شو بيكون اسمه؟ أنا فيني أعرف ليش جونجان ما كانت نايمة مبارح بغرفتك بليلة عرسكن؟ أنت شو يلي عم يصير معك ابني؟ لحتى عم تتصرف بهالطريقة البشعة مع مرتك؟ نمت هون لحالك، ليش؟ لحالي؟ مبين أمي ما بتعرف إنه كهاني كانت نايمة هون. شو يلي بدي إياه من هالدنيا؟ غير إني شوفك متهني ومبسوط. ليش هيك؟ اللي ليش هيك عم تتصرف؟ لأنه زودتها كتير ويبدو إنك مانك شايف حدا قدامك يوب. لا تخليني أقول يا ضيعان ترباية فيك. لا أنا ولا حدا بكل هالعيلة هي منقدر نتفرج على جونجان وهي عم تدبل. شو ناوي تجننها للبنت على الآخر؟ هي رح تدبل مثلي وتشوف شباب عم يهرب منها قدام عينا. لا ما تخليني موت وأنا زعلانة منك. ما تبكي يا أمي. شو يلي عم يصير؟ الكل متفقين علي وعم يخططوا كل هالفترة؟ ايه يا كهاني، بدهم يبعدوكي بأي طريقة. وأنا ما كان في عندي حل غير إني أقفل الغرفة عليكم لحتى تقعدوا مع بعض وتحلوا هاد الخلاف يلي بينكم، وتعرفوا إنه في ناس عم تفرقكم وما بدها ياكم مبسوطين مع بعض. ليش ما قلتي لي هذا الحكي من قبل؟ آه كهاني، كمان لا تنسي إنه هي عيلتي بالآخر، وفكرت كتير قبل ما وقف ضده، لهيك تأخرت شوي لحتى خبرك، وبعد ما شفت يلي صار وقفت جنبك. انت ويوك بعدتوا عن بعض وانا سكتت، وبوقتها ما تشجعت لحتى اجي قلك هالكلام. ويا ريتني عملت هيك من قبل، حقك علي. لو سكتت اكتر بتصير كارثه، بس لحقت حالي باللحظه الاخيره. يعني هدول الصحفيين وهالفضيحه كانوا كمان ضمن الخطه تبعهم؟ ايه كهاني، اسمعيني، انا رح صير خبرك بكل شي عم بيصير لتقدري تدافعي عن حالك. لانه اي حدا بيشوف الظلم قدامه وبيسكت عليه وما بيتصرف وبينصر الحق بيكون عم يغلط. وانا اسفه كتير لاني شفت يوك بعد وما تصرفت بوقتها وخبرتك، وهلا انا عن جد ندمانه وقررت ساعدك بكل قدرتي. ما رح أتركك بعد هلأ.
انت يا روبا صاير عم تساعديني كتير، عن جد شكرا. لهلأ ما قلتي لي يا أختي، انت من وقت ما عرفتي انه أبي هو أبوكي ما اجيتي وعاملتيني كأخت. جاي الأيام وأكيد رح تقولي لي يا أختي وتصدقي انه دمنا واحد. أختي خليكي جنبي هيك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.